محكمة. القضية التالية: لدينا أم وأولادها. فلنرى ما لديهم. ماذا لديكم؟ أنا اللغة العربية يا سيدي، وهؤلاء أولادي، جئت أشكي إليك حقوقهم لي. نعم، لقد تخلوا عني واستبدلوني بلغات أجنبية، فهل يعقل ذلك؟ إنها صعبة جدا يا سيدي، وغيرها أسهل. أنا شابة أواكب الموضة أسنت سايس. أنا أحب التكنولوجيا والغاتها. أجب أن لا تحزني، فمن أنت إلى جانب اللغات الأخرى؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامل. أنا لغة القرآن. أنا الأصالة والعراقة. فهل عرفت من أنا؟ لا تخزى يا سيدتي، فأنت ذات قدر عظيم. سامحينا يا أمة، سامحينا.